بسم الله وكفى، بسم الله وكفى، بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. الآن إن شاء الله تعالى سنسلط بعض الأضواء على بعض حقائق نجدها مذكورة في القرآن العظيم، منها قول مولانا سبحانه وتعالى وشأن سيدنا محمد عليه السلام والصديق عليه الروح، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. احنا عبر التاريخ من أول الخليقة إلى قيام الساعة، وبجاز لنا هذا التعبير، الله معنا والشيطان مع دائما. حين ربي بلغنا هذه الحقيقة لا تحزن إن الله معنا، فسنذكركم بعد حين أن الشيطان معكم يا معشر من يدعو الإسلام في الكلام لا في الأعمال، وبدائما يلتقي الجمع انتم طلبتم روحكم ظلما عدوانا على مصائر الامم، وعدتموها بجنه النعيم، وعدتموها هذه الامم بالخير العميم، فما راينا الا عكس ما وعدتم به يا أنزل الجمعات ويا أجهل المجموعات. وستعلمون بعد حين على أي على ظهري ما ظننتم أنهم أفراس، وأنتم فعلا ركبتم مراكب أدناس، مراكب لا تفي بإيصالكم إلى حيث حلمتم به طويلا، لكن الآن ستتبخر الأحلام وستقومون ولو تقيمون في مجاهل الأيام. منكم من يصاب بصعقة فكرية، ومنكم من ستصيب أدواء جسمية، ومنكم من يشتركون في اللعن الأبدي. والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.